مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لموضة. مساء الخير حنين. مساء النور فاطمة، وأسعد الله أوقاتكم كل خير وحب وسعادة. المرأة على مر العصور كانت تهتم بجمالها وجمال بشرتها عشان تطلع بأحسن طلة. أكيد حنين، وهذا الاهتمام بالبشرة والتجميل ما اقتصر بس على المرأة، ولكن أيضا امتد إلى الرجال. وبالفترة الأخيرة شفنا أن الأغلب بدأ يلجأ إلى الإجراءات التجميلية. حلو الواحد يهتم بروحه بين فترة والثانية، ولكن بالشكل المعقول، وتسوي إجراءات تجميلية بسيطة تجملها تطلعها بأحسن طلة. أكيد، واليوم هذا هو موضوعنا، البشرة والتجميل، مع الدكتورة رنا العبد الرزاق. خليكم معنا. مساء الخير دكتورة، شنو أكثر لبس تشترينه؟ أحب النفانيس. أقرب لون؟ الأسود. تحبين الذهب ولا الألماس؟ ألماس. تتابعين فاشن شو؟ وايد. صيف ولا شتاء؟ صيف. من أكثر تعتبرينها أيقونة في جوانب؟ الجمال ما عندي أنا شخص معين، أنا أحس إن الجمال ممكن يكون موجود بكل الناس. إذا ما كنت دكتورة، شو راح تكونين؟ غالباً محامية. مستعدة للقاء؟ يلا. الدكتورة رنا العبد الرزاق ضيفتنا الحين في برنامج لموضة. حياك الله دكتورة رنا معانا في برنامج لموضة، إن شاء الله يكون حوار خفيف ولطيف منورتنا. مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة، وأنتم اللي منورين ما شاء الله عليكم. النور نورش دكتورة، وشرفتينا اليوم في لموضة. في البداية دكتورة نبي نسألك سؤال متعلق أكيد بموضوع حلقتنا اليوم، هل الإجراءات التجميلية هوس ولا هبة؟ نقدر نقول يمكن صارت كومبينيشن من الاثنين. الإجراءات التجميلية يمكن لحد قبل 5-6 سنين طافت كانوا مو الكل يسوونها، كانت يعني قبل المناسبات أو في عمر معين الناس تبدأ تشتغل عليها أو تسويها. حاليا صار في شعور يعني كأنها هبة كبيرة، صار في شعور عند الناس بأن الكل محتاج أنه يسوي، كأنها صارت ضروريات، ويعني هذا شيء غلط. زائد أنه صار في هوس للأسف، ويعني الهوس عاد فيه له وايد أسباب ممكن يعني نتكلم عنها، بس هو أكيد صار فيه هوس كبير في إجراءات التجميل. دكتورة، هل صادفتك حالة من الحالات إنه جتلك العيادة وقالت لك أنا بس بغير بشكلي، وأنت لما شفتيها حسيتي إن هي ما تحتاج أي شيء؟ وايد تصير معي، يعني يمكن أنا بالنسبة لي دائما أشوف موضوع التجميل إنه هو لازم يكون شيء وايد بسيط. الهدف منه ان احنا نظل نفسنا، يعني ظل الوجه بنفس الملامح بنفس الهوية، لكن احب ان الوجه يكون شكله صحي اكثر، شكله ما في يعني علامات التعب علامات الارهاق، من غير ما يتغير بشكل كبير او شكل ملحوظ. يعني بوجهة نظري التغيير اللي وايد جذري في وايد احيان ما يكون تجميل، بالعكس ممكن يخرب الشكل، ممكن يخلي الوحدة يصير شكلها حتى اكبر من عمرها في وايد مراحل. يعني دكتورة قاعد نشوف بنات الحين يعني على طول رايحين ورادين على خبراء التجميل، مرة تقولش أطيق بوتوكس، مرة فيلر، ومرة فيلر يتفخ ومرة يشد. عطينا يعني فكرة عن هذه الأنواع للمواد اللي قاعد تستخدمونها. طبعا يعني عالم الإجراءات التجميلية هو شيء وايد كبير، يعني هو مو مجرد أنا أروح أتفخ وأشد وبس. مثل ما قلتي المواد صارت فيها تنوع وايد، صار فيه تقنيات. طبعا بسبب يعني خلينا نقول الهبه العالميه على اجراءات التجميل، احنا ما نتكلم بس الكويت، هو عالميا صار فيه اهتمام وايد، يعني صار سوق اجراءات التجميل من الماركت اللي وايد حتى يتم يعني خلينا نقول ضخ فلوس فيها على مستوى العالم. لذلك الشركات صارت وايد مهتمه في ان هي تطور تقنيات، تطور مواد جديده. يعني احنا ما يطوف شهرين ثلاثه الا ينزل جهاز جديد، ماده جديده، تركيبه جديده، فعلى طول في اشياء مستجده. هذا الشيء فيه جانب زين، لان صارت الحين يعني خلينا نقول علامات التقدم بالعمر، علامات الشيخوخه، علامات الارهاق والتعب صار وايد ممكن احنا نتجاوزها. الحين الوحده صار يعني عمرها بالخمسينات، مو نفس لما الشكل التقليدي للامهاتنا لما كانوا بالخمسينات، احنا اشكالنا غير صارت. فاكيد يعني هي في وايد اشياء،
الفيلر مثلا ما عدنا نستخدمه للنفخ الوجه، كنا نستخدمه بخصائص معينه بتكنيكس معينه، حقن معين يعطينا ليفتنج شد يصغر الوحده من غير ما يغير شكلها او ملامحها. البوتوكس اللي يعني هم في استخدامات وايد صارت، حتى في لها استخدامات علاجيه لعلاج مشاكل في البشره مو فقط للشد ويعني تغيير الشكل. فعلا دكتوره، مع انتشار السوشيال ميديا والدعايات والتسويق التجاري، شلون نعرف العيادات المضمونه والمواد اللي تستخدمها إيه هي على مستوى عالي وايه هي ما في منها سايد افكت؟ شلون نعرف هذه العياده اوكي مو اوكي؟ سؤال وايد مهم حنين. يعني للاسف يعني الاجراءات التجميليه تتسوى في عيادات ومن قبل اطباء، المفروض ان اطباء يعني هذا بالاساس، لان انا قاعد اقول المفروض ان في اطباء، لان في عيادات حتى ما فيها اطباء، فيها اخصائيات بشره او ناس مو اطباء قاعدين يدعون انهم اطباء ويشتغلون. فبالاساس انا اعتقد ان يعني النقطه الاولى وايد مهم ان احنا نثقف انفسنا. اليوم لما نروح العيادات اول شيء نكون مسوين سيرش زين عن العياده، متاكدين من شهادات الدكتور اللي قاعد يشتغل فيها انه هو فعلا دكتور او دكتوره مو مدعي. الشغله الثانيه ان احنا الاشياء لما نحقنها ما في اي مشكله ان احنا نطلب ان احنا نشوف المواد، شنو اللي بتحقنونه، شنو اسم الماركه، شنو اسم البراند، هذا شنو اضراره الجانبيه. العيادات المحترمه المفروض ان هي راح طبيعي اصلا من غير ما تسالين راح تقول لك شنو المواد اللي راح تستخدمها باسمائها باسماء البراندات، وتعطيك ستيكر كذي ليه بالضبط من داخل العلبه نفسها شنو الشيء اللي استخدمتيه. في عيادات يعني انا مثلا يجون عندي مراجعات حاقنه ماده وسويت لها مشاكل، زين شنو الماده؟ قالوا لي احماض فواكه، شنو اسم يعني وانا دائما اقول لهم لما تروحون عياده ويقول لكم احماض فواكه ما يرضون يعطونكم اسم ماركه او براند، شيلوا جنطتكم وطلعوا من المكان هذا، لان ما في شيء اسمه احماض فواكه، هي ماده فيلر اسمها هايلورونيك اسيد، في انواع وايد، في ماركات وايد، في انواع ممتازه جدا وفي انواع مضروبه، وتستخدم مثلا في يعني في عيادات تستخدم فيلر مال الجسم تحطه بالوجه وتحطه بالشفايف وتحطه تحت العين، فتصير سايد افكت مشاكل اكيد، ويسبب مشاكل والتهابات وتلوثات وتليفات والى اخره، وتعالي بعدين يعني بتوفرين لك 50 60 دينار وبعدين تعالي صلح المشاكل بالاف الدنانير. فعلا يعني وايد بنات طاحوا في هذه سالفة المواد الدائمة أو إن المواد اللي لا تصلح إن هي تستخدم كفيلر أو حق إجراءات تجميلية. صحيح. شنو تنصحين أو إذا جتلك يعني مريضة وواجهتك في هذه المشكلة إن عندها فيلر دائم أو مادة ما قاعد تطلع من الأنسجة، شلون تواجهينها دكتورة؟ أول شغلة وايد في يعني مسؤولية تقع على المراجعة نفسها أو المراجع، لازم لما يروحون اي طبيب وهم عارفين انهم حاقنين مواد او ما يدرون شو هي او مو متاكدين منها لازم يقولون. احنا عاده يعني اي شخص يدخل العياده لازم في استبيان يقول اذا هو حاط مواد من قبل او لا. للاسف في بعض المراجعات ما ترضى تقول لا انا مو حاطه شيء، لما تجين تكلمينها يبين في اشياء تبدا عاد تقول. احيانا في اشياء ما ممكن للطبيب انه هو يعني يحسها او يشوفها او بالفحص ما تبين معنا، لكن يكون في مواد دائمه. مشكله المواد الدائمه ان هي من اسمها دائمه فراح تظل موجوده بالجسم مدى الحياه، ممكن هي ما تكون مسببه مشاكل، لكن مجرد ما نحقن حقن جديد فوقها ايا كان هذا الحقن، سواء مرات في ناس تقول لك بلازما لا عادي، لا ما في شيء عادي، هي مجرد اي ابره تدخل ممكن ان هذا الشيء اللي كان ساكت صار لسنين يتحول حق شيء يلتهب ويخرب البشرة ويسبب صديد وتقيح والتهابات وإلى وغيره من المشاكل. فضروري دائما المسؤولية الأولى تقع على المراجعة بأن هي تقول أنا حاقنة شيء قديم أو تاريخ الحقن كله مالها، أن أنا ترى حاقنة ومثلا هذا شيء أعرفه وهذا شيء ما أعرفه. عادة الأشياء القديمة اللي قبل 10 سنوات جزء كبير منها مواد دائمة، جزء كبير منها كانت مواد دائمة، وعند عيادات زينة وعند دكاترة زينين ومعروفين، لكن للأسف لأن هذا اللي كان موجود في الماركت بآخر 5-6 سنوات صعب أن احنا نشوف أحد حقن مواد دائمة مؤخرا، إلا إذا مثلا في دول معينة أو أماكن مو طبية إطلاقا. فالمواد الدائمة لو فيها هذا طبعا ما نحقن عليها، زائد أنه هي لازم نسوي أشعة نشوف وين مكانها ونشوف شلون نتعامل معها، هل تنشال ولا نخليها ونتجنبها. دكتورة مثل ما أنت عارفة إحنا بالسنة يمر علينا 4 فصول والصيف بروحه
يمر عليك غبار، يمر عليك غبار، حر، رطوبة، شلون نحافظ على رونق البشرة ونظارتها ونقدر نواكب تطور البشرة والأجواء هذه؟ طبعاً وايد مهم إن إحنا نهتم ببشرتنا، يعني الإجراءات التجميلية. أنا وايد ناس تجين العيادة مثلاً أنت بتسوي فيلر شفايف، بشرتها حبوب كارستها أو مسام أو دهون في البشرة، فدائماً يعني أي أقول لها أنت مهما سويتي فيلر، مهما سويتي بوتوكس، ما رح توصلين لمرحلة الرضا عن الذات. يعني إحنا دائماً لما نسوي إجراءات تجميلية، إحنا حتى لما نحط ميكب نسوي شعورنا، نلبس حلو، الفكرة من الموضوع إن أنا أبي أحس بالرضا عن نفسي، أبي أحس بالثقة. فتيلت مرات الوحدة إن هي معتقدة إن هي مشكلتها إن شفايفها صغيرة، معتقدة مشكلتها إن ما عندها خدود وتبي تحقن. لكن لما نقعد معاها نشخص الحالة، نكتشف إن هي مثلاً في مشاكل في البشرة، في حبوب، في أشياء تحتاج علاج. فدائماً أنا أوجه مراجعاتي يعني إن نهتم بالبشرة أول، ووايد مرات أنا أرفض إن أنا حتى أحقنها قبل ما نحط لها الخطة العلاجية وأقنعها بأهمية إن هي تهتم بمشاكل البشرة. ووايدين يعني من يبدون يهتمون فعلاً بالبشرة، مع الوقت لما تبدأ البشرة تتغير وتوصل مرحلة إن هي حتى مو محتاجة إنها تحط مكياج وهي طالعة من البيت، لما نيجي نتكلم عن الفيلر والأشياء هذه بعدين، هي بروحها تقول دكتورة كني هونت، ماني حاطة، حاسة إن أنا صرت أحب شكلي، أحب وجهي، قمت أطلع من غير مكياج ومستانسة على بشرتي، ما أبي حتى أغطيها بالميكب. فهي هني اكتسبت الثقة بالنفس، لأن عالجنا لها المشكلة الحقيقية اللي هي كانت مسببت لها عدم الرضا. دكتورة، يعني العناية بالبشرة يعني محتاج كريمات صبح وكريمات ليل، أيه، وممكن تدخلات في العيادات الطبية كجلسات معينة، والحين احنا داشين على فترة الشتاء، فشنو تنصحين متابعاتنا حق الفترة الجاية؟ طبعا فترة الشتاء كلنا نعاني بأن يصير في عندنا جفاف شديد في البشرة، يعني عكس فترة الصيف دائما يكون في حر، في دهون، فنحتاج ان احنا نستعمل الاشياء اللي تخفف افرازات الدهون في البشرة، اللي تنظف البشرة، تنشفها طول الوقت. بالشتاء بالعكس احنا تبدا البشره تصير جافه، فلازم يكون الترطيب دائما مهم. طبعا الحمايه من الشمس هذه معانا صيف شتاء، الترطيب يكون دائم. طبعا الترطيب مو واحد، يعني كل بشره لها الترطيب المناسب لها. البشره الدهنيه لازم يكون الترطيب مائي، البشره الجافه وايد لازم نبدا نستخدم اشياء شوي غنيه بالهيالورونيك اسيد، بالكولاجين، علشان يعني تعطيها ترطيب عميق. البشرة الحساسة في أنواع ترطيب اللي هي دائما مثلا لما تروحين أي براند طبي راح تلقون دائما اللون الوردي هو خاص بالبشرة الحساسة، اللون الأخضر هو دائما خاص بالبشرة الدهنية، الأزرق عادة للبشرة العادية. فنختار دائما اللاين المناسب حق طبيعة بشرتنا. إذا إحنا ما نعرف، مو غلط إن إحنا نروح استشارة حق طبيب يحط لنا على الأقل يفهم شنو طبيعة بشرتنا، يحط لنا الخطة العلاجية ويعطينا ريكومنديشن أو توصيات على بعض الأمور اللي إحنا لازم نستخدمها ونستمر عليها. بس أي روتين للعناية بالبشرة الأساس فيه ترطيب، حماية من الشمس، تنظيف البشرة بشكل صحيح مساء وصباحا كل يوم. على طاري البشرة، في مقولة تقول أن أحسن أنواع البشرة هي البشرة الدهنية من ناحية أن التجاعيد ما تظهر عليها، صح؟ شايف بهالمقولة؟ صح، البشرة الدهنية بطبيعتها ما تشيخ بشكل كبير. بس هو يعني الخبر المفرح ان احنا عموما يعني بالكويت بالشرق الاوسط عاده طبيعه بشرتنا ما تشيخ بنفس طريقه بشره الاجانب. يعني احنا حتى الخلايا الصبغيه اللي موجوده في بشرتنا تحمي بشرتنا من اشعه الشمس الضاره بشكل كبير، التجاعيد تكون عندنا اقل. احنا عاده لما نكبر بالعمر يصير معانا شيء نسميه احنا نسيح شويه، ما نتعرفط يعني. وعشان شيء حتى مثلا بالاجراءات التجميليه، احنا مثلا لما نروح دول اوروبيه نحضر سيمينارز او مؤتمرات، هناك مثلا لما يبون المودلز نشتغل عليهم بشرتهم تكون متجعده، مثلا تلقين واحده عمرها 40 سنه بس بشرتها اكبر حتى من بشرتي انا، تبين من كثر ما هي متعرفطه. احنا هذه الجينات فادتنا، فنكمل عليها عاد بان احنا نهتم فعلا. البشره الدهنيه، البشره السمراء دائما علامات التقدم بالعمر تكون اقل عليها، فهذه الجينات موجودة عند أغلبنا. لكن مع الاهتمام ومثل ما قلنا بعض الإجراءات اللي نسويها بالعيادة مثل تنظيف البشرة الدوري، إذا في مشاكل طبعاً في جلسات علاجية ممكن نسويها، راح تشوفين إن البشرة ممكن يعني نوصل لعمر متقدم وللحين بشرتنا تبين صحية وشعبة.
زين دكتورة، يعني هذه الإجراءات التجميلية الخاصة بالحقن أو الجلسات، هل تغني عن عمليات التجميل؟ ما تغني بس تأخر عمليات التجميل. يعني مثلا خلينا نقول شد الوين، قبل كان مثلا من عمر 50 ينصحون النساء بأنهم يسوون عمليات. يعني أنا عمري 52 سنة، ما أحس أن أنا محتاجة أن أسوي عملية شد، لأن أسوي بعض الإجراءات اللي ساعدتني في أنها مثلا تشد البشرة، بعض الإجراءات التجميلية البسيطة اللي تخلي الوجه مشدود. فإحنا الفيلر والبوتوكس لو سويناه بطريقة صح زائد الاهتمام بالبشرة الصح، ممكن إحنا نأخر عملية حاجتنا لشد البشرة الجراحي لعمر وايد كبير. يعني ممكن ندخل الستينات وإحنا للحين مو محتاجينها، عكس مثلاً الجيل القديم اللي كانوا من الأربعينات خمسينات تحسين أنهم البشرة مثلاً ترهلت. فيعني هم هذه أجين الحين أنا دائماً أقول حتى حق مراجعاتي، ما عندكم عذر، الحين صارت التقنيات موجودة، الكريمات موجودة، الثقافة موجودة، التوعية موجودة، يعني حتى الإنترنت يدرون يدشون عليها تشوفون وايد أشياء فعلا. فما في عذر الحين أن الوحدة تهمل بنفسها وتترك روحها لحد ما توصل مرحلة اللي يعني تصير محتاجة عمليات. دكتورة، بما أن التجميل يبدي من الداخل قبل الخارج، في أكلات معينة تحفز الكولاجين بالبشرة؟ الحين أكيد طبعاً، يعني مثلاً لما يكون عندك أنت نقص فيتامين سي ما تأكلينه عدل، يعني أو نقص الحديد، نقص فيتامين دي، طبيعي هذه الأشياء راح تنعكس على البشرة، البشرة تصير باهتة، فيها تصبغات، يصير في عندنا تساقط بالشعر، الأظافر ما تطول، هذه كلها تنعكس على كل شيء سواء تحت العين، البشرة تصير جافة إذا ما نشرب ماي، ما نشرب سوائل عدل، فيها تجاعيد. كل ما إحنا أكلنا أكل نظيف، أكل صحي، بعدنا عن الدهون، بعدنا عن الـ النشويات اللي ما لها داعي، وأكلنا الأشياء الصح، راح تشوفين إن كله راح ينعكس على 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 صحتنا. الفيتامينات مهمة، الخضروات، الفواكه، يعني مو إلا ناخذ سبلمنت بس، إحنا ممكن حتى غذائنا نحوله حق غذاء صحي، وراح تشوفين إن حتى تأثيره على البشرة راح يكون وايد واضح. دكتورة، عندي لك سؤال صراحة يقرقع بقلبي وايد. يعني الحين مع السوشيال ميديا والفلاتر والمشاهير اللي قاموا يسوقون وايد للعيادات، البنات أشوف اللي عمرهم صغير شوية صارت الثقة بالنفس عندهم نوعا ما مهزوزة، تلاقي ما شاء الله اسم الله عليها ويها حلو، مو محتاج شيء بس تبي تسوي، تبي تقلد، تحس إنه لا إذا صرت أوفر أحلى. صحيح، شو رأيك دكتورة؟ صحيح، يعني شغلة وايد مهمة، تأثير السوشيال ميديا، تأثير الإعلانات المبالغ فيها وايد خلى يعني الشعور، احنا دائما قاعد نقول احنا الثقه بالنفس هي اساس مفتاح الجمال كله، فهذه وايد اثرت. وفعلا قاموا يجون لي مثلا انا بنات باعمار صغيره جايبت لي صوره مثلا فلانه، او ترى انا سمعت العياده الفلانيه يسوون التكنيك الفلاني، شيء روسي وشيء ما ادري شنو، تسوونه ولا ما تسوونه. هذه يعني المشكله طبعا، يعني جزء كبير منها يتحملها العيادات نفسها وكثرة الترويج للإجراءات التجميلية، وأيضاً يعني البلوجرز هم يتحملون جزء من أنهم هم قاعدين يروجون هذه الثقافة بشكل مفرط. العيادات يعني أنا مثلاً أمشي بالشارع أشوف عيادات حاطة إعلانات كاتبة تجميل بلا حدود. شنو تجميل بلا حدود؟ شلون إحنا مفروض أن التجميل يكون بلا حدود؟ يعني التجميل لازم يكون له حدود، لأن انت لما تقول تطرح فكره التجميل بلا حدود فان كانه ما في شيء راح يكتفي فيه البني ادم، يعني انت ضل وسوي سوي سوي وشيء فوق شيء لحد ما انت كثر. تفقد حتى شكلك وتفقد ملامحك وتفقد هويتك. لا، لازم يكون في حدود، كل شيء في الدنيا لازم يكون له في حدود وداخل اطار معين وبشكل سليم. البلوجرز نشوف بلوجرز نتابعهم كل اسبوع بعياده تجميل، ومن عياده تجميل لعياده تجميل وعمليات تجميل، وفوق البيعه لما تتصور نفسها حاطة فل ميك اب وهم حاطة فلتر سناب أو فلتر بالإنستغرام، المسج اللي قاعدة توصل للناس إن أنا أسوي عمليات تجميل وأسوي إجراءات في العيادات، ولأن هم بلوجرز فهم حتى يعني متاح لهم اللي مو متاح للناس العاديين، لأن هم قاعدين يدشون يسوون ببلاش وإجراءات يعني بألاف الدنانير، وبالأخير أحط فل ميك اب وبهم محتاج ان انا احط فلتر عشان اصغر خشمي واكبر شفايفي واسحب عيوني. زين وين ال النفس، وين الثقه اللي انتم اليوم قاعدين توصلونها حق البنات الصغار اللي قاعدين يتابعون هالاشخاص وقاعدين يشوفون هالاعلانات؟ يعني هم عياداتك تحط صور انفلونسرز وحاطينهم طالعينها تقولين هذه منو، يعني من كثر ما هي مغيره بشكلها بالفوتوشوب وبالتصوير.
وين الشعور بان انت في شيء اسمه جمال طبيعي، في ملامح احنا ما لازم نصير كلنا نسخه عن بعض. انا اجيب وابي حنش ما ادري منه وشفايف ما ادري شو اسمها وعين فلانه، زين انا ويني بهذا الموضوع؟ وين هويتي؟ وين شخصيتي؟ وين الشعور بان انا لما اطالع نفسي اقول فعلا انا حلوه، مو انا جني فلانه، انا ابي اكون يعني النسخه الافضل من نفسي، the best version of myself. انا ابي اظل انا بس ابي اكون إيه اوكي، شكلي صح، شكلي فريش، شكلي مو تعبان، شكلي هيلثي. يس هذا نبي. وهذا ما نوصل له فقط بالابر والتغذيه، هذا نوصل له بالاكل الصح، بالرياضه، بالاهتمام باللايف ستايل متكامل، مو فقط ابرتين نغزهم وبعدين راح نصير احنا احلى. دكتوره بالنسبه لي التجميل مهما يعني البنيه سوت تجميل ما يعيش الجمال الطبيعي، هذا شيء صح، لان الجمال الطبيعي بالنسبه لي احس الوجه يصير اكثر مريح اكثر نتقبله اكثر. صحيح، لان مشكله يعني كثره لما تبين تحطين فيلر وايد ومواد وايد بالبشره تصير حتى لما تبتسمين وتضحكين وتبدين تحسين في اشياء تتحرك بالوجه، احيانا بعض التعابير تبدين تفقدينها، يعني لازم وجهنا في شويه خطوط لما نبتسم، لازم شويه يعني حركه، ما يصير انا طول الوقت من دهشه قاعده جامد دهشه، لا لازم عندي تعابير، بزعل وبعصب وبضحك وابي عيوني تضحك وابي يعني ابي كل شيء يبين بوجهي. تعابيرنا هي اللي تعطينا هويتنا وشخصيتنا، لما نفقد التعابير واحنا مشدودين، وشفنا ممثلات شلون لما نفقدوا تعابير وجههم صرنا حتى ما نتقبل تمثيلهم، تقعد لك الوحده كذي طول المسلسل يعني او الحلقه من اولها لاخرها ويحكي لي مو قادره حتى نشوف اسنانها إيه زعلانه إيه. كله نفس الوجه. لازم يكون في جزء طبيعي بوجهنا، حتى مرات بعض الديفكتس الموجوده، يعني مثلا احيانا في ناس تكون عندها عظمه معينه احنا نسميه اسيمتري، انه يكون مثلا عندنا لما نبتسم جهه حنين، انت عندك مثلا لما تبتسمين ناحيه تشد اكثر، هذه تعطيك ترى شخصيتي، هذا لو شلتيها راح تفقدين جمال ابتسامتك، لان راح تصير الابتسامه فيها شيء فيك مو طبيعي. فاحيانا الامبرفكشنز او عدم الكمال اللي فينا هو اللي يكملنا بالنهايه، مو كثره تصليح العيوب. يعني ما غيره؟ لا تغير، لا ما شاء الله عليك جميله، لا تغيري ولا شيء. دكتوره احنا طبعا مكملين معك عن موضوع التجميل والجمال، ولكن من بعد هذه الفقره. شو يميز مرحلة العشرينيات من عمر المرأة؟ طبعاً في كل مراحل حياة المرأة هناك ما يميز هذه المرحلة، وكل مرحلة من حياتها تكون تفكيرها مختلف، نمط حياتها مختلف، أهدافها والكثير من الأفكار اللي تميز هذه المرحلة بالذات. لو بنتكلم عن مرحلة العشرينات هي مرحلة يعني الحياة المنطلقة، الحياة الاجتماعية المنطلقة، بحيث أن أثبتت الدراسات خاصة الدراسة اللي سوتها جامعة كاليفورنيا تقول أن دائماً المرأة في عمر العشرين تكون منطلقة أكثر من الناحية الاجتماعية، تكون صداقات أكثر، عندها طموح في الحياة الاجتماعية أكثر، بنشاطات أكثر. ولكن لما نتكلم عن هذه المرحلة في ناحية تخطيطية للأهداف أو كيف أنها تخطط لمستقبلها، نشوف الحالة الانفعالية عندها والاندفاعية عالية، بحيث أنها ترغب في عمل أكثر من شيء في وقت واحد، وهذه طاقة العشرينات أو ما يميز العمر العشرينات عند المرأة. شنو يميز مرحلة الثلاثينيات من عمر المرأة؟ ما أجمل عمر الثلاثين عند المرأة، بحيث أغلب الدراسات اللي درست هذا العمر عند المرأة خاصة من بداية الثلاثين إلى الخمسة وثلاثين ومن خمسة وثلاثين إلى الأربعين، هذا العمر عند المرأة يتصف بالنضج العالي، أكثر هدوء وأمان واستقرار، تقل الناحية الاجتماعية عند المرأة والنشاط الاجتماعي، ويكثر عندها العلاقة العاطفية والحميمية مع الأسرة أكثر ومع الدائرة الأولى في محيطها. ولكن لما نتكلم عن اهتمام المرأة في حياتها العملية في عمر الثلاثين
30 نجد أن هذه المرحلة من أصعب مراحل عمر المرأة من ناحية العملية، بحيث أنها تكون أكثر تركيز على خططها وأهدافها لتحديد أقصى فرص النجاح اللي ممكن تشعرها بالإنجاز أو حاجة الإنجاز في حياتها والتقدير. فدائماً عمر الثلاثينات هو عمر النضج الفكري، الإحساس الآمن، العلاقة الآمنة أو الحميمية مع الأسرة والمحيط، قلة الحياة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي، أيضاً الخطط المدروسة والتركيز على الأهداف بشكل أكبر. شنو يميز مرحلة الأربعينيات من عمر المرأة؟ طبعاً في مجتمعاتنا عمر الأربعين يسمونه عمر المرأة العجوز أو عمر المرأة الكبيرة بالسن، ولكن فعلياً الدراسات أثبتت أيضاً أن عمر الأربعين هو عمر النضج العقلي والانفعالي عند المرأة. عمر الأربعين وتركيز المرأة على ذاتها يخلق جو جميل عند هذه المرحلة، وهو اهتمامها في أنوثتها، اهتمامها أيضاً في الرجوع إلى العلاقات الاجتماعية اللي كانت عندها في العشرين ولكن بطريقة هادية أكثر. تتغذى دائماً على حب المرحلة هذه واستمتاع في هذه المرحلة. الآن في مجتمعاتنا وفي ثقافة المرأة الحديثة أصبح عمر الأربعين هو عمر مرحلة جديدة جميلة في حياتها، غير عن السابق بحيث أن كانوا يعتبرون عمر الأربعين هو نهاية حياة المرأة أو نهاية جمالها أو عطائها حتى في العمل، ولكن عمر الأربعين هو بداية جميلة لحياة المرأة بالتركيز على نفسها أكثر. وأخيراً، شنو يميز مرحلة الخمسينيات من عمر المرأة وشنو الطابع اللي يغلب على تفكيرها وأهدافها؟ طبعاً مرحلة الخمسينات عند المرأة هم نفس الشيء، يعتبرونها أن مرحلة كبيرة بالعمر، وأيضاً أن تكون في هذه المرحلة تواجه عدة تحديات من ناحية الهرمونات عند المرأة وسن تغير الحالة المزاجية عندها لارتباط الحالة الهرمونية عندها وتغيرها في هذه المرحلة. ولكن إحنا لما نشوف أن الإنسان بطبيعة الحال سواء امرأة أو رجل، كل ما تقدم بالعمر كل ما كان عنده تكيف مع المراحل العمرية وأيضاً نظرة مستقرة وآمنة بالحياة، بحيث أن هذه المراحل السابقة قد أمنت هذه المرأة الخمسينية إلى قبول هذا العمر، استمتاع في هذه المرحلة، قيام بأدوار جديدة في حياتها، وأيضاً حب ذاتها ومراعاة أو عناية بنفسها وبمحيطها. فمرحلة الخمسينات نقول هي تعتمد على ثقافة المرأة وحبها لهذه المرحلة وتكيفها أيضاً واهتمامها بصحتها الجسدية وفهمها للتطور والتغيرات الهرمونية اللي ممكن تصير عندها. مرحلة ما بعد التقاعد، شلون تكون مرحلة جديدة في حياة المرأة؟ المرأة لازم يكون عندها وعي كامل وثقافة في التخطيط لحياتها بخطة مسبقة قبل لا توصل إلى هذه المرحلة. مرحلة التقاعد عند المرأة الكثير ناس يفسرونها على أنها انتهاء أو نهاية فترة العطاء ونهاية فترة الإبداع والإنجاز في حياة المرأة، ولكن إحنا دائما نسميها فترة التقاعد هي فترة نهاية الخدمة الإلزامية للمرأة وعطائها في جانب العمل وبداية إبداعها في عمل آخر يمثل شخصيتها وإبداع بمرحلة جديدة بعمرها، وممكن أنها تستثمر كل خبراتها وتستثمر كل ما جنتها من نضج، من فكر، من خبرات حياتية، من علاقات، تستثمرها في هذه المرحلة بحيث أنها تبدأ حياة جديدة مثمرة ومبدعة في حياتها. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. دكتورة، بعيد عن الجمال والتجميل والجلدية، أنا اللي أعرف أن عندك هوايات ثانية اللي هي الرسم والعزف على الجيتار. بيانو. وهالشيء ورثته بنتك صبا، الله يحفظها ان شاء الله. مسويه سير عدل. هذه الموهبه استمرت معك؟ يعني شوفي، انا قلت عندي وايد، بس يمكن انا الرسم صرت الحين اشوفه بمراجعاتي، يعني قمت يمكن لان انا وايد يعني لما الواحد يرسم يهتم حق التفاصيل، فيمكن صرت هذه الاشياء فادتني في ان انا لما اشتغل احس كني قاعده ارسم الوجه، كني قاعده ارسم الشفايف، يعني احب، فادتني صدق، يعني هذا الجانب الفني يمكن فادني. العزف لا، مو وايد، مو نفس قبل، بس ما شاء الله لي حال عندي خذوا الموهبه، فهم بردين حرتي بهالموضوع يعني. الله يحفظهم ان شاء الله. انزين، والجانب الحقوقي والانساني اللي انا عرفته عنك؟ يعني
موجود أكيد، يمكن مو بنفس القوة اللي كنت أشتغل فيها قبل بسبب الانشغال بالبرايفت بزنس وكذي، لكن موجود أكيد. يعني الجانب الإنساني ما أقدر أتخلى عنه، لأن أنا دائما أقول يمكن بصمتي في الحياة هي مو العمل والأشياء هذه، يمكن البصمة اللي أتركها في عمل الإنسان هي هذه اللي راح يعني أكيد الناس تذكرني فيها بعد ما يعني نغيب عن هذه الحياة. فبالنسبة لي لا أكيد يعني العمل الإنساني هذا شيء وايد مهم، وممكن أنا حتى حريصة إن أنا حتى جزء من البرايفت بزنس مالي إنه هو يروح يعني جزء منه دائما لدعم أعمال إنسانية، لأن أعتقد إن هذا يعني إذا الله بيبارك لي بأي شيء هو بسبب يمكن إن الواحد يكون عنده شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع مو فقط تجاه شغله وحياته الخاصة. الله يحفظك ويطول بعمرك إن شاء الله. دكتورة يعني بروح حق جانب ثاني فيك. دكتورة احنا قبل يعني لما نشوف دكاترة دائما يكون مثلا اشكالهم يعني مو مهتمين بنفسهم بحكم ان هم مهتمين بالجانب العلمي اكثر. صحيح. لكن ما شاء الله قاعد نشوفك مهتمة في اطلالتك وبالفاشن، فكلمينا عن هذا الجانب فيك. هو شوف هو سير يعني شيء متكامل. يعني انا دائما اعتقد ان الحياة خلينا نقول يعني دائرة الحياة المتكاملة بأن إحنا يكون في عندنا قليل من الاهتمام بأغلب الأشياء، ما نقدر نهتم بكل شيء مع بعضه، لكن على الأقل دائماً لازم يكون في عندنا هذا التوازن بأن أنا ما يصير فقط أهتم بأسرتي وأهتم بوظيفتي وعلمي وأهمل نفسي يكون على حساب نفسي. ويمكن أنا يعني تحديداً معاي بعد ما يعني كملنا الأسرة وكملت تقريباً مشواري العملي الدراسة وإلى آخره بالأربعينات، يعني خلينا نقول منتصف الأربعينات بديت أحس إن يمكن هذا صار الحين الوقت اللي أنا أهتم فيه حق نفسي أكثر، أشوف أنا شنو الأشياء اللي أحبها وأدير بالي عليها. دائما نصيحتي لكل مرأة إن لازم نجد هذا التوازن ما بين أسرتنا عملنا وأنفسنا. متى ما لقينا هذا التوازن راح تشوفون إن يعني الحياة تصير سعيدة في أغلب جوانبها. أكيد دكتورة مستمتعين معك بحوارنا، وأكيد لنفسك عليك حق. مشكور على تواجدك وتلبية الدعوة وإثرائك لنا بالمعلومات الجدا قيمة. أنا سعيدة جدا اليوم كنت معاكم صراحة. وإحنا أسعد دكتورة وايد. مشاهدينا أكيد وصلنا معاكم اليوم الختام حلقتنا من برنامج لامودة، وتذكروا كل شيء إن زاد عن حده ينقلب ضده. مكملين معاكم مشوارنا في لامودة في حلقات جاية، خليكم معنا.